Our human being faces challenges, but in some parts of the world, these challenges involve men, women, and children are the most basic. Football, a little bit more about this project. Forrest Whitaker, whom you know. مراكز التعلم المجتمعية من حيث ندرب فيها على الريادة المجتمعية وعلى ريادة الأعمال وغيرها من الموضوعات، وذلك كله في جنوب السودان. وأيضا نقوم بتنفيذ برنامج للسينما والرياضيات، وبدأت في جوبا وذهبت إلى جوبا، وكنت أود أن أرى المعسكرات اللاجئين أو معسكرات المشردين، ورأيت أن هناك روح من أعدائي ويودون الانتقام، ولذلك بدأت هذا البرنامج. ولدينا 5000 شاب اشتركوا في هذا البرنامج، ولدينا نفس البرنامج في أوغندا. وأحدهم من الأمور الذي سوف نحصل عليها من نجيب هو أن إيمانه بما نقوم به، وإيمانه هذا هو ما يرشدنا في طريقنا. وأنا سعيد ومحظوظ لكي يكون نجيب شريكا لي، ونتمنى أن نبني أنفسنا بطريقة نتمناها. ونحن نعمل في 4 قارات، ولكن تعاوننا سيركز على جنوب السودان. شكرا على وقتكم وشكرا